اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم عن نتكلم على درس الحساب المثلثي، هو عن بالخصوص الجذع المشترك. اذا هنايا قبل ما ندخل باش نتعمق في الدرس، عن نرجع بكم شويه اللور. الحساب المثلثي باش تفهموا بان اغلبيه التلميذات والتلاميذ كيتخوفوا بزاف من الدرس ملي كيسمعوا الحساب المثلثي، كيصحابو ماشي درس معقد. لا بالعكس، هو مجرد ما تفهمه وعاد تبع معايا مزيان عاد تعرف بانه درس جد جد بسيط. وحاولت ان شاء الله في هذا الفيديو نبسط لكم ما امكن المعرفه. اذا هنايا غنبدا غنعود معكم للوراء. اذا قبل ما ندخل في الدرس عن عاد رجعوا شويه اللون وغنذكروا. مثلا عندي واحد الزاويه اللي هي هذه، مثلا سميتها ا بي سي. اذا هاد الزاويه هذه قبل ملي كنبغي نحسبها باش كنحسبها شنو الوحده اللي كنت كنعرف فقط، كنت كنعرف فقط هي درجه او الدوغري، وكنكتبها على هذا الشكل هذا ا بي، حيت كنحدد هنا الراس ديالها اللي هو بي. اذا تساوي 30 درجه. اليوم ما بقيتش غنتعرف وغنقول بان الزاويه ديما الوحده ديالها هي الدوغري او الدرجه. غنتعرف على وحدات جديده في هذا الدرس. هذا من بين هاد الوحدات اللي غنتعرف عليها كاين الراديان، الراديان، كاين عاوتاني ما يسمى بالجراد، الجراد، كي حيت الجراد اللغة العربية الجراد. اذا هنا اذا شنو هو الراديان، شنو هو الراديان؟ اذا نعود هنايا لهذا الشكل ديالي، هنايا عندي هذا هو قياس الزاوية، قلت لكم هو 30 درجة. دابا شنو هو الراديان؟ غنحاول نعرفو لكم بشكل جد جد مبسط. اذا الراديان هو قياس هاد القوس، طول هاد القوس اللي كيحصر هاد الزاويه. مثلا عندي الزاويه 30 درجه، بغيت نحسب الطول ديال هاد القوس غنحسبو بالراديان، كيتحسب بالراديان طول القوس. اذا كيفاش من خلال الدرجه غنتحول ونحسب الراديان ديال هاد الزاويه هادي؟ اجي نطلقو من الزاويه نعرفو بعدا نشوفو الراديان ديال الزاويه ديال 180 درجه اللي غيمكنني من حسب اي زاويه بغيت، 30 40 50 اي زاويه. اذا 180 درجه شنو هي 180 درجه؟ شنو هي الزاويه كتساوي 180 درجه؟ هي الزاويه المستقيميه. اذا هنا ديجا رسمت الدائره ديالي هنا بالقلم. اذا الزاويه هنايا الزاويه ديال 180 درجه هي هذه، هي زاويه مستقيميه. اذا بغيت نحسب القوس ديالها، فين هو القوس اللي محيط بهذه الدائره اللي غيمثل ليا الراديان اللي غنحسبو بالراديان؟ هو هذا، هو النص هذا، هذا هو اللي كيحيط ليا الزاويه المستقيميه ديالي. اذا الا بغيت نعرف طول هذا القوس، اذا فكرنا شويه بالعقل، نمشيوش لهذاك الشيء التفكير معقد، تو سامبلومون شنو كيمثل ليا هذا القلم، هذه الدائره اللي بالقلم؟ هو محيط الدائره. نعم، اذا محيط الدائره، اذا هذا النص القوس اللي كيحصل لي هذه الزاويه شنو هو؟ هو نصف محيط الدائره، هذا هو المحيط كامل، هنا النص ديالها. اذا التعريف ديال القاعده ديال محيط الدائره، كيفاش كنحسبوا محيط الدائره؟ محيط الدائره هو جوج بي في ار، ار شعاع بي 3.14 و جوج. اذا جوج كنضربها في بي كنضربها في ار. هنا في الدائره المثلثيه، اول تعريف ديال الدائره المثلثيه في حساب المثلثي انها دائره شعاع ديالها كيساوي واحد. هادي عقلوا عليها مزيان، شعاع الدائره المثلثيه ديما كيساوي واحد، من بعد غنفهموا علاش. اذا هنايا ها هو الشعاع ديالي الا كان كيساوي واحد، اذا جوج بي في واحد هي جوج بي، اذا محيط الدائره هنايا هو جوج بي. اذا انا بغيت عن نص ديال المحيط، بغيت عاهد القوس، ما بغيتش هاد الدائره كامله. اذا شنو عندي باش نحسب نص ديال هاد القوس هذا اولا المحيط ديال القوس؟ شنو عندي؟ غنشد هنايا، قلنا هو النص، هنا عندي المحيط كامل هو بي. اذا نص المحيط هو غنقسمه على جوج، جوج غتمشي مع جوج غيبقى بي، اذا هنا غتبقى ليا بي، ياك؟ اذا هنا غتبقى ليا بي. اذا نص الدائره، اذا 180 درجه شنو كيمثل ليا؟ كيمثل ليا هو بي.
اذا هنا لقيت الراديان ديال واحد الزاويه اللي هي 180 درجه، لقيت زاويه اللي هي 180 درجه. اذا هنا شنو لقيت؟ لقيت بان 180 درجه هي بي، اذا هذا القوس ديال 180 درجه هو بي. اذا غنحول هذه الى اعداد، اذا 180 درجه بالراديان هي بي. اذا هنا لقيت قياس ملي لقيت هاد القياس الزاويه يمكن لي نلقى اي زاويه بغيت بالراديان. مثلا عندي الطريقه، يكفي ندير الطريقه الثلاثيه، عندي 30 بي شحال عتعطيني بالراديان؟ اذا الطريقه الثلاثيه اكس كتساوي 30 في بي على 180، غيمشي ليا الصفر مع الصفر، شنو غتبقى ليا؟ 3 على 18. 3 على 18 هي تساوي بي على 6، وهنا لقيتها بالراديان. اذا اي زاويه يكفي ندير الطريقه الثلاثيه وغنحصل على الزاويه ديالي بالراديان. كذلك بالكراد، كتقول لي القاعده بان 180 كراد 180 درجه عفوا كتعطيني 200 كراد، وكنطبق القاعده ديالي الثلاثيه. اذا 30 في 200 قسمه 180 غتعطيني الزاويه شحال كتساوي بالكراد. اذا كنتمنى نكون بسطت لكم ما امكن وقربت لكم من الموضوع ديالنا اللي هو الحساب المثلثي، وقدرتوا تفهموا شنو هو الفرق ما بين الراديان والدوغري الدرجه. اذا هنايا عندي واحد الدائره المثلثيه. اولا خصنا نعرفوا بان الدائره المثلثيه هي دائره شعاعها ديما يساوي واحد، ياك عندنا شعاع كيساوي واحد، وديما هي موجهه توجيها مباشرا، اي عندنا عقارب الساعه كيمشيو هكا 12 11 2 3. في الدائره المثلثيه المنحى ديالها عكس عقارب الساعه، المنحى ديال الموجب هو عكس عقارب الساعه، وفي منحى عقارب الساعه هو المنحى السالب ديالها. اذا المنحى المباشر ديالها هو التوجيه المباشر ديالها هو عكس عقارب الساعه، هو المنحى الموجب، هو المنحى الموجب. اذا عندي هنايا مثلا واحد النقطه على الدائره، نقطه نسميها مثلا ا. اذا هاد ا ديالي شنو هاد النقطه ا؟ هنايا بغيت نعرف ليها الموضع ديالها على الدائره، او هنا شنو قلنا بان هذا يمثل القوس، طول القوس كيمثل الراديان. هنا بغيت نعرف الراديان ديالها، طول القوس ديالها كيتسمى الافصول المنحني، افصول منحني. اذا بقاو معايا باش نفهموه شنو هو الافصول المنحني اللي عندنا هنايا. اذا هنا عندي افصول منحني، ياك بغيت نحسب ليها القوس ديالها، بغيت نحسب القوس ديالها. ها هي عندي هنايا، اذا هنايا بغيت نحسب اذا الافصول المنحني. اذا لاحظنا هنايا هذا كيتسمى الافصول المنحني. اذا لاحظتوا معايا مزيان، دابا قلت بان نصف دائره هو 180 درجه بالراديان هو بي. دابا غنبقاو نستعملوا في حساب مثلثي الراديان. اذا عندي هذا هو بي وهذا هو بي اخرى، اذا الدوره كامله كتمثل ليا جوج بي. دابا اذا لاحظتوا، اذا انطلقت مثلا، هذه هو المسار ديالي، عندي واحد المسار غنمشي فيه، هذا المسار دائري غنمشي غنطلق من ا وغنكمل دوره كامله. اذا لا كملت الدوره كامله شحال عندي هنايا؟ اذا عندي هنا هاد الزاويه الافصول المنحني ديالها، ياك، زائد دوره عندي بي و بي زائد جوج بي، ها هي دوره، ياك. عاود زدت على وصلت لهنا، مثلا انا متسابقه وصلت لهنا وباقي قدامي نزيد دوره اخرى، اذا عندور دوره اخرى كامله هي جوج بي اخرى، هي جوج في جوج بي، دوره جوج المرات. اذا هي المنحنى ديالي، الافصول المنحني ديالي زائد 4 بي، عاود دوره اخرى هي 8 بي. وانا غادا شنو كنلاحظ؟ بان الدورات ديما كيعطوني عدد زوجي، علاش؟ لان عندي هنا بي وهنا بي، هي دو بي، ديما نحصل على عدد زوجي. والعدد الزوجي كيفاش كيتكتب؟ كيتكتب على شكل جوج ك جوج في واحد العدد في بي، ياك، جوج ك.
في العدد الفردي هو جوشكا زائد واحد، العدد الزوجي هو جوشكا. اذا هنا عندي الحالة ديالي هو الافصول المنحني ديالي زائد جوشكا بي. اذا شنو كيمثل ليا هذا الافصول المنحني هذا ديال ا؟ كيمثل ليا هو الافصول الرئيسي. علاش الرئيسي؟ هو الافصول الرئيسي، والافاصيل الاخرى هذه كامله افاصيل ثانويه. علاش افصول رئيسي؟ هو افصول رئيسي هو الافصول عندما تكون عندي ا عندها القيمه صفر، يعني كاينه على القيمه. مثلا عندي هنايا زاويه فيها 30 درجه، الافصول المنحني ديالها هو بي على 6. اذا هنايا كاينه بي على 6، اذا بي على 6 زائد جوج بي، اولا بي على 6 زائد 4 بي ولا زائد 8 بي، هو اذا بي على 6 هو الافصول الرئيسي ديالي، وعندما تكون ك كتساوي صفر. اذا هنايا ك كتساوي صفر، يعني جوج في صفر في اي عدد، صفر في اي عدد كيعطي صفر. اذا كتبقى عندي بي على 6، في حاله منين كيكون ك كيساوي صفر، اذا بي على 6 هو الافصول الرئيسي ملي كيكون بوحدو. ملي كنضرب الدورات كنزيد عليه دورات كيتسمى افصول ثانوي. تعرفني قلت لكم على الافصول الرئيسي هو هاد الفا، هو هذا، لان يقدر يكون لما قلت لكم مش رئيسي، يقدر يكون مثلا الفا زائد جوج كاب زائد جوج بي زائد 4 بي. انا ما بغيتش هذا كامل، بغيت الافصول المنحني الرئيسي اللي كيتعاود فيهم هنا. اذا الافصول المنحني الرئيسي هو ديما اللي خصكم تعرفوا بان الفا محصوره ما بين ناقص بي وبي، هنا ما بين ناقص بي وبي. اذا هنايا نرجع باش نشرحوا مزيان شنو هو منحنى رئيسي. عندي هنايا كما قلت لكم هنا نصف الدائره ديالي، هذه كامله نصف الدائره، هذا القوس هذا البضع ديالي شنو هو بي. اذا هنا صفر، هنا بي. اللي خصكم تعرفوا في الدائره المثلثيه هو ان هنا الساعة كتمشي هكا، العكس عقارب الساعة هو المنحى الموجب، وفي عقارب الساعة هو المنحى السالب. اذا هنا من صفر لبي، ولا مشينا العكس، عكس عقارب الساعة اذا في منحى عقارب الساعة هو المنحى السالب، اذا عندي صفر ناقص بي، ما نقولش بي لان نص الدورة هي بي، ولكن هنا عندي المنحى سالب اذا ناقص بي. اذا هنايا ها هي الدائره ديالي، شديت قسمتها على 4 وكل ربع قسمته على 3. اذا على 3 اذا حسبنا بي، على من قسمتها كامله بي هي نصف دائره، 1 2 3 4 5 6 قسمتها على 6. اذا هاد الطرف هذا الاول شنو كيمثل لي؟ السدس، يعني هي بي كامله مقسومه على 6، السدس ديال بي. هنايا جوج ديال اجزاء من السدس، اذا جوج بي على 6، وهنايا شنو غيكون؟ هو 3 بي على 6، 3 بي على 6، و 3 بي على 6 اللي اختزلناها هي بي على 2، وهنا اللي اختزلنا جوج بي على 6 هي 1، هي بي على 3. اما كنقول جوج بي على 6 اولا بي على 3. وهنايا غنتبع، قلنا بي على 6، جوج بي على 6، 3 بي على 6، هنا شنو غيكون؟ نعم 4 بي على 6. هنا شنو غيكون؟ 5 بي على 6. إذن هنا بي، واش غنكمل؟ بي هي 6، اللي جيتو بالحساب ديالنا هي 6 بي على 6، كتمشي 6 مع 6 كتبقى بي. واش غنكمل هنا وغنقول 7 بي على 6؟ لا، هنا المنحى السالب، خصني ندور ديما ما كاينش 7 بي على 6، غنرجع ونبدا عاوتاني من لهنا، حيتاش عندي اعداد هنا سالبه. اذا هنا السدس ديال ناقص بي، اذا ناقص بي على 6، هنا جوج ديال السدس، اذا ناقص جوج بي على 6، اذا هنا ناقص 3 بي على 6، وهنا ناقص 4 بي على 6، وهنا ناقص 5 بي على 6. نعم حسن جدا. اذا هنا قلنا بي على 3، حتى هنا يمكننا نختزلو نقسمو على 2، غتبقى 2 على 3، 2 بي على 3. هنايا عاوتاني يمكن لكم نفس الشيء، هنا ناقص 3 بي على 6،
إذن اللي هي ناقص جو ناقص بي على جوج، ناقص بي على جوج، إذن هنا بي على جوج، ناقص بي على جوج، هنا بي على تلاتة، هنا الأعداد موجبة وهنا المنحة السالب. إذن هذه نكونوا قد توصلنا إلى تمثيل مجموعة من الأفاصيل المنحنية الرئيسية، مجموعة من الأفاصيل المنحنية الرئيسية في الدائرة هذه. إذن إن شاء الله لقاؤنا في الجزء الثاني باش نعرفكم على أفاصيل أخرى كبر من بي، لأن قلنا الأفصل المنحني هو محصور بين ناقص بي وبي. إذا كان صادفنا شي حاجة أكبر من بي، كيفاش نمثلوها في الدائرة ديالنا.